من الخطأ أنه نقارن أنفسنا بالآخرين. كل شخص من عندنا إلى ظروفه وإمكانياته ومواهبه وتطلعاته واللي تختلف عن الآخر. في مرحلة ما ممكن تجيك فرصة تستغلها بقوة وتبني ذاتك، في حين أنه فرصة مختلفة تجي لشخص آخر بناء على مقدرته وما تدرب عليه في فترات سابقة، يقدر يقتنص الفرصة ليكون ذاته بعيدا عن توجهك أنت، عن أفكارك، عن طموحاتك، عن طريقك، قدر يحقق ذاته. صعب المقارنة بهذه الحالة بالآخرين. على كل أصعدة، ليس حكرا على اقتناص الفرص، على الحالة المادية، على الجمال، على المستوى الدراسي، لكل منا وضعه الخاص، ولا ضرر من السعي نحو الأفضل والأحسن. التطور شيء رائع وصحي، لكن يجب أن يكون بعيد عن وضع مقارنات بينك وبين الآخر. وإذا أردت تقارن نفسك لتقييم ما أنت عليه الآن، قارن نفسك بما كنت عليه أنت قبل سنة من الآن. ماذا حققت خلال هذا العام من عمرك؟ على كافة الأصعدة والمجالات، على المستوى الدراسي ماذا حققت؟ على مستوى تطوير الذات، هل تحسنت لغتك الإنجليزية؟ على مستوى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، هل أنت مواكب لها؟ علاقتك بأهلك كيف هي الآن؟ هل أنت سائر بخطى ثابتة نحو أهدافك وأحلامك؟ هواياتك هل نمت؟ ماذا عن لغتك العربية؟ هل تجيد التحدث بالفصحى بشكل جيد بدون أخطاء لغوية؟ وغير ذلك من الأمور. المهم، دع الآخرين وشأنهم، لا تقارن نفسك بهم، وانتبه لطريقك أنت.